مرحبا يا حمزة. أي عسلامتكم الناس كل، مرحبا بكم. اليوم مش نعيشوا يا جماعة أروع عشرينية ولا أروع ثلاثينية، كل قدير وقدره، كل واحد وعمره، اللي هما بعد الاستقلال من عام 1956 حتى العام 86، برا يا سيدي نزيدوا شوي حتى العام 96، خلي ياخذوا غرضهم جماعة التسعينات شوي. هيا سيدي مش حكي معكم عربية فصحى شوية وشوية دارجة. أكبركم سنا توا عمره 66 سنة 76 سنة، أصغركم سنا ينجم يكون 36 سنة ولا 46 سنة. كنتم أكثر الأطفال تميز في طفولتكم الممتعة التي لم يحظى بها أطفال أجيال السابقة. الحقتم على جيلين، الجيل القديم والجيل الحديث. ولادتكم كانت في ظروف معيشية رائعة، عاصرتم حروب طاحنة كما حرب العراق، حرب إيران، وحرب الخليج، وحرب أفغانستان. من ذكرياتكم أو سيف توا مش يمتعنا توا بشوية تصاور مزيانين اخترنا هلكم، مش نبدأ عنا في بالك. أنا عرفت بينهم وأنا منش من جيل هذي، أما يذولي كان صدقني ربي هذي افتح يا سمسم، هذي افتح يا سمسم، حتى تعاودت في جيل التسعينات، تعاودت في جيل التسعينات ولكن قديمة قديمة رأي. أقدم حتى من الثمانينات. عنا بعدها بيل وسيباستيان. بيل وسيباستيان يحسر بيل وسيباستيان. بعدها عنا إبراهيم ريح تسمع أخي. بعدها عنا سنديبات. اي هذوما حاجات تعرف انت توا حمزه ترجع في برشا من الناس في الميموار، مش كان الجيل هذا، حتى جيل التسعينات خلطنا عليه. لحظه بيه قلنا احمد راوينا شنو يكون، قلنا السندي بيت توا عندنا ماوكلي. ماوكلي يا حسره باش مع صغاري. عندنا ريمي، ريمي التسعينات، التسعينات هذايا توا. هايدي، هايدي شكون يعرف هايدي؟ هايدي تعاودت في التسعينات، تعاودت في التسعينات لكن تعاودت اخر الثمانينات. صحيح. توا المناهل هذه ما نعرفهاش، هاك اللي تحسها كجو هكا وكل مزيانة على الاخر. تفكرت هذه سبريم؟ انا واحدة من الناس ما تفكرتهاش، او على خلوط خلود اللي هي من جينيراسيون جن زي زيد، عرفت هذه هذول من عام 2001 تقريبا. خلود هاي لالا مرحبا بيك. عندنا بعد سامبي، عندنا سامبي مدرسة الكونغ فو. سامبي بعد هذيا سامبي شكون يتذكرها؟ سامبي مدرسة الكونغ فو، مدرسة الكونغ فو نتفكرها اما بالفيرسيون الجديدة اللي تعملت اللي بعد هذه القديمة، هذه القديمة، هذه القديمة اول التسعينات. عندنا فولترون توا النسخة القديمة. يا حسرة على كان يخوفني فولترون، فنو شكل الرأس ثم القدمين ثم الساقين. انا الوحيدة يذولي اللي كان يخوفني فولترون. عندنا توا الكابتن كالعادة شكون؟ ماجد نورمال ما. كابتن ماجد عدينا سي سيف، عدينا اعطينا الكابتن ماجد يا سيف وبعدك عدينا هذه التسديدة المعروفة اللي تقعد أربع أيام، عرفت؟ صحيح أربع أيام هو بيسدد هذوك وراها فلو كل شيء فلو. أيوة صحيح حلقة هو سق ودارت الرابعة. صحيح على فكرة خلطت عليك كابتن ماجد. أي خلطت عمل باللي فيغسيون البرشا من الثمانينات خلطت عليه حتى من بعد كي نظموا كوب دو مونز. هذا خلطوا عليه وقت اللي بوتوا في نهارين مش أربعة اقتصروا له مكة في المسافة. باهي عندنا توا النمر المقنع. النمر المقنع ترى عطينا سيف حلبة لا هذه مش نمر المقنع يا سيف، ذولي ما خلطتش عليه انت نمر المقنع ما دام عطيتنا هذه يا سيف. وين النمر المقنع يا سيف؟ نورمال ما ما دام اسمعني عطيتك سيف شي دخلنا للسينمات الاخرين. عندنا هذه عدنان ولينا ما يسالش، خلي هذه عدنان ولينا نتفكروا، خلي يسالش خليك عدنان ولينا حضروا عليه برشا. مباشرة الماسة الزرقاء، انا جبت لكم راح الماسه الزرقاء باغ كونط معناها يعني تعمل لجماعه بالحق. الماسه الزرقاء نتفرج فيها عام 96 انا 97 والله عملوه بتتر بال لا 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 بكل شيء قديم. انا ما فتش عام 96 لا جبت لا بوكيمون لا جبت ما جبت حتى شيء جبت كل الحاجات. مالا عرفتش عملوا كالتجديد لل ديسانيمي الصوره. يا سيدي اللي بعده بعدها الكابتن رابح، وما ادراك ما الكابتن رابح؟ تراه ورينا سيدي هاوك كابتن رابح والاحتراف، ورانا الاحتراف في ايطاليا وكيفاش احترفوا فهمتني وما نعرف شنو وكذا وبرشا رابح ماجد. صحيح كابتن رابح، كابتن رابح. هذه تو باش نقول لكم على صاحب الظل الطويل، شكون يعطيني اسمها الشخصيه هذه في الديسان انيمي؟ اسمها جودي ابوت. جودي أبوت كانت معروفة بالتسريحة العجيبة متاحة. يحكينا المؤلف هي قصة واقعية صارت في لونغلتير
المؤلف يحكي لنا على طفلة غريبة الأطوار المزاج، محبة للموسيقى ومحبة للحاجات هكا الرومانتيك، كل شيء نهار كل مغرومة بالروايات وبالقراية وكذا، حاسين حاجة مزيانة وتقعد في البال في البال. إيه توا يا جماعة، توا يا جماعة باش نمشيو توا، هذا النمر المقنع هكا والخاص يا حسرة. ايه يا سيدي توا باش نمشيو توا باش نتابعوا توا المسلسلات والافلام والسيريات اللي تعداو. يلا عندنا المسرحيه المعروفه اللي هي ريا وسكينة. وسكينة تتفكرها سي ابراهيم؟ مشيت لمصر تفرجت عليها كاريمون على 87 ومشيت لمصر قعدت 22 يوم. يا اخي بالزهر زهر وقتها الواد سيد شغال وقت راح هذيك اي 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 تعدى المسرح غادي المسرح عندي كما الان الخزاره بلاد سينما ومسرح سينما ومسرح حضرت عليهم في المباشر اوكي هذه كنا ريا وسكينة توا عندنا مسلسل ليالي الحلمي حسرة عادي في الثمانينات امي تعاود فيه توا اي من المسلسلات اللي ما يتسلسلش في الليل ما فتكش معاه اي يا جماعه توا ذي مفاجاه لكم انتوما توا الكل تراه يا سيدي اعطيني اللي بعده كاساندرا يا حسره اوه وقت ريت وقت اللي كان توا المسلسل التركيه مكتسحه يعني قبل المكسيكيه هي المكتسحه ماشي مسلسل تركي وين قبل المكسيكيه هي اللي مكتسحه مسلسل تركي عمره شهر انا قدام صحيح 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 هذيا كانت مسلسل كاساندرا كاساندرا بالضبط احنا جاتنا فرصه في الوقت هذاك باش السينما بتاعنا تزدهر الصناعه السينمائيه ايه تزدهر وثقافيه تزدهر لكن ما نعرفش شكون ما عملناش على مستوى القرار كان قرار معناها باراليزي مشلول ولا كنا مكسيكيه ونفوتوا الاتراك صح فهمتني فعندنا طاقات ما شاء الله مصلي على النبي ما شاء الله اللي بعده يا سيد تعطينا ترى مسلسل رأفت الهجان يا حسره يا حسره فرشت عليك ابراهيم ايه توا يزينا توا من الحاجات هذوما باش نمشيو توا قبل الجماعه شكون يتذكر كيفاش نمشيو نكريو الفيديو كاسيت كانوا فما حوانت نتفرجوا نتاع في سي ار نتفرجوا على بروسلي كيما هكا ايوه نتفرجوا على بروسلي عدينا اللي بعده باش نتفرجوا على رامبو ايه هاكا رامبو ايه الى اخره الى اخره برشا برشا لقيت هذا سيلفستر ستالون تحيه لي به توا صاحبي ايه توا يا جماعه باش نمشيو توا للعب اللي سي ابراهيم توا باش يعاود باش تذكرهم برشا اللي قد جيت تذكرهم باهي الغميضه هذه نعرفوها الناس الكل معناها الغميضه الناس الكل لعبنا الغميضه ما عطيتش تصوير الغميضه مي ثم الغميضه ثم الخمسه توا باش يعطينا الخمسه اهي هذه ما نعرفهاش اللي هي الكعب حجرة كعبات ثم شكون يسميها الميرات هكا ثم الميرات ولا ميرات حاجة كل بلاد ورطالة كل بلاد ورطالة كل شيء كانوا يتلعبوا هكا يتحطوا الخمسة وبعد يتيحوا اللوطة وبعد تلم بالكعبة بالكعبة وبعد تلم باثنين باثنين وبعد تلم كعبة وبعد تلمهم الكل الخمسة مع بعضهم تهز كعبة هكا وتلم الخمسة الكل مع بعضهم معقول وعنا البيس وعنا الدوامة حاسيلو كرش كرش من دافع هذاك عنا البيس وعنا هذاك اللحظة باش نجيو من دافع عنا الألعاب اللي صنعناهم بيدينا كيما كالتراكتور بحكة طماطم شكون يتذكروا والتليفون بحكة طماطم والتليفون اللي فيه الخيط فيه الخيط منا هكا وخيط منا وكل شيء ويعطينا هكا الصوت ونحس وكا روحنا في حرب ونكلموا في كذا حول حول مع شنو مع شنو وعندنا المصيد نتاع العصافر ها هو كل الندف هاي الكل وانا نقول شنو هلا الكلمه كل اسمها السحابه الصغيره ظهرت لك السحابه هذيك مره جرات بتسكر على دايره يلا تشيف اقوى واحد فيها مو واكل مدا سيركل هذاك تاع القرن المدور تعلمنا بكير يقول لي بس حتى السقعه واخيرا السقعه معناها نتاع حيوان هي نتاع حيوان بس صغيره راح معنا صفقه هذاك حي ها عسير وعندنا توا جمع الطوابع البريديه اللي نور الهويه كل اللي كنا في الهويه يحطوها يا حسن هذه ما عادش شرها برشا يعملوها الهويه اي صحيت التوابع جمع التوابع ولا واحد فيهم يجمع في التوابع البريديه هو شنو اكل يحبوا قبل يبهر المعلم يحطوا هذا المطالعه زو صحيح المعلم يقول لي هذوما كذا جابين والله عنده ما يقولوا باش نحكي توا على الجيل هذا باش نقول لهم تربيتم تربيه الاجيال السابقه وعشتم عيشه الاجيال التاليه اظن انكم تعلمتم الدين الصحيح وستبقون دائما مميزين انتم جيل لا يخشى التقدم في السن انتم تعتبرون من اكثر الناس فهما
للحياة. هل تدرون من نحن؟ هم يجيبوا في رواحهم. نحن جيل نشأنا وتربينا على أن هناك ساعة قيلولة للأب بعد الغداء. شكون يتذكرها؟ اللي البوك مش ليك البوك يدخل الدار مش ليك الناس الكل كاو. فلا يجرؤ أحد منا على الكلام بصوت عال في البيت، وكانت هناك قناة تلفزية تونسية وحيدة. كنا ننتظر بفارغ الصبر حلقات افتح يا سمسم اللي حكينا عليها، ونقار الزهواني. كنا نستمتع بالريون اللي إلى توجيهات الرئيس قبل نشرة الثامنة، وكانت شعارها التفاحة فرانس دو بالأبيض والأسود. نحن جيل لم ينهر نفسيا من عصا المعلم، ولم يتأزم عاطفيا من ظروفه العائلية، ولم يطالب أهله بأن يوفروا له الكماليات، ولم تتعلق قلوبنا بغير أمهاتنا. نحن جيل لم ندخل مدارسنا بهواتف النقالة، ولم نشكو من كبري حجم الحقائب المدرسية، ولا من كثرة الواجبات المنزلية. نحن جيل لم يكتب لنا والدينا واجباتنا المدرسية، وكنا ننجح بلا دروس خصوصية وبلا وعود وحوافز من الأهل للتفوق والنجاح. نحن جيل اجتهد في حل الكلمات المتقاطعة يا حسرة، وفي معرفة اسم صاحب الصورة. نحن جيل كنا نلوح بكفوفنا الصغيرة للطائرة بفرح. ذي أكثر حاجة مش نرمال، نطلع فوق السطح والله طيارة طيارة. قولوا كلمة شهيرة، باي باي يا طيارة. شكون يذكرها؟ كلنا نذكرها. نحن جيل كنا نلاحق بعضنا في الطرقات القديمة بأمان، ولم نخشى من المجرمين واللصوص وقطاع الطرق. نحن جيل لم نتحرش بأنثى، ولم نعرف حتى معنى كلمة تحرش. نحن جيل كنا ننام بمجرد انتفاء المصابيح بالغرفة، نتحدث مع بعض ولا نتحدث عن بعض. نحن الجيل الذي كان لوالدينا ولمعلمينا هيبة، وكنا نحترم سابع جار، ونتقاسم مع الصديق اللقمة والأسرار. اهداء لكل من عاش تلك اللحظات الجميلة، وتحيا تونس. يعطيك الصحة يا حمزة، رجعت بالحق البار. شو نصور قاعدين يسمعوا فينا الميموار مزيلنا ونوستالجي أحلى وأحلى، حتى بالنسبة للي بتدخل فما حاجات جيل التسعينات ولا حتى جيل الألفينات، فما حاجات تمثلهم، فما حاجات هذه تبع ناسيون كاملة، تبع أولاد تونس الكل. الله يعطيك الصحة. قلنا أكل لي كوميك لحمزة وراهم الكل. ناي لساني مي أمير تفرشي حاجة برك اللي هي كابتن ميجد كهو بحقها. قبل قبل أعطيني تريحة خطيك ليه؟ قبل أضربني بطريحة طردني من الدار. ما تقوليش تفرش في كابتن ميجد في كوميك معنا. آه في دي سانيمي ما نحملش نتوتر نبكي صغار نبكي ما نحب تفرش في الريونة ميلا ما تفرش قبل يا إما كابتن ميجد وأنا مشي نكور كهو مية استلف زادية و... يا حسرة والله عشنا بالحق. ثم برشة حاجات رونور ثم برشة حاجات يبدأ أصحاب يحكيوا في القسم على تفرجنا على اسمه قاعد دكة في شكون على شكون يحكيوا ذوما نعرفهم إيش بالحق. كبرت ريت نشوف هكا كل مرة يطلع لي بوستير نتاع حكي هذاك اش معناها النوستالجي والميموار اللي تولي عندها قيمه بيان سور بعد الطفوله. لو يعطيك صحه حمزه اللي هزيتنا في رحله جميله ولا جميله جدا على خاطر كبسول نتاع زمن هكا رجعتنا بها التليفي. هيتش عندك هيتش عندك هيتش عندك يلا احنا مازلنا متواصلين.